السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج اليوم من RT ديزاينر من شركة بنتلي، وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي ان انا ممكن اضيف اشخاص او سيارات او حتى شجر. ممكن اقول له ان انا عايز اضيف اشخاص، ممكن اقول له نفس الفكرة، اقول له ان انا عايز اضيف شخص معين وابدأ اختار الشخص اللي انا عايزه. وليكن مثلا الشخص دوت اهوت، فبيبدأ يحمله. او تقدر تعمله داونلود، وتقدر بعد كده تضيف له صوت معين بحيث لما الكاميرا تمشي عليه يبدأ مثلا تسمع الصوت اللي انت عايزه. طيب ممكن نيجي برضه عند الاشخاص واقول له ان انا عايز ابدأ احط مجموعة كبيرة من الاشخاص، فبحدد الاشخاص اللي انا عايزهم، بعمل عليهم صح، علامة صح، فبيبدأ يختارهم من تحت واقول له اوكي، واروح ابدا افرش الناس اللي عندي. ممكن اسحب مثلا بسرعه كده فيبدا يفرش لك الناس، همت ناس كتير قوي. وتقدر تتحكم في السايز بتاعتها وفي الفلو وفي السوفتنس. ممكن تبدا تدي زي مصفوفه او اري او ترتب ناس، تديهم مسار بالشكل دوت. كل مسافه معينه يبدا يرص الناس اللي انت حاططها بالشكل ده، وتقدر تشوف المسافة اللي بينهم قد ايه. طيب ممكن بعد كده تقول له انا عايز احط الناس تمشي في مسار كده اهو، وممكن تقفل الشكل لو انت عايز. ماشي، ممكن تقول له بقى انا عايز يبقى فيه حركة، تبدأ يحط لك الناس ويبدأ يعمل لك حركة في قلب الملف. تقدر تتحكم في السرعة بتاعتهم والديستني والسرعة بتاعتهم، المين سبيد والماكسيمم سبيد، تقول له شغل فيبدأ يجيب لك السرعة الجديدة. نفس الكلام ده برضه في العربيات، تقدر تختار العربية اللي انت عايزها وتحطها وتبدأ تختار اللون بتاعها. هنخليها أحمر عشان معز إني بيحب اللون الأحمر، وتقدر تضيف لها برضه الصوت. ونفس الكلام برضه، نفس كل اللي احنا شرحناه هتلاقيه برضه في الشجر. تقدر تختار الشجرة اللي انت عايزها تحطها، وتقدر تضيف لها صوت، وليكن مثلا صوت طيور أو شجر.